كتاب البخاري صحيح البخاري قال كتاب الوضوء، ما زلنا في كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم. صح باب كده باب ان شاء الله. قال باب الوضوء من النوم، باب الوضوء من النوم من لم يرى ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. باب الوضوء من النوم أيضا في التبويب أنت ترى أطلق وقال باب الوضوء من النوم ولم يعطي الحكم، وهذه لها مغزى عند الإمام البخاري، وقد قلنا قبل ذلك بأن الإمام البخاري له ما له من الفقه مستنبط عند التبويب. والسؤال لكم لابد أن تأتوني لما قال بذلك. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف، فعبد الله بن يوسف مر علينا كثيرا والتنيسي من الثقات الأثبات، وهو كما قال ابن عين وغيره أثبت الناس في مالك. قال أخبرنا مالك، ومالك هنا هو النجم كما قال الإمام البخاري إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال عن هشام، وهشام هنا هشام بن عروة، وهشام بن عروة ثقة ثبت أمين يدلس قليلا، قليل جدا التدليس، ولكن حديثه بالمدينة من حديثه من حديث بالبصرة أنه أكثر عن أبيه في البصرة. نعم. قال عن هشام عن أبيه، وأبوه عروة بن الزبير، وهو من أثبت الناس، بل هو أثبت الناس في عائشة، وهو ثقة ثبت أمين، وكان تقيا نقيا عابدا كما قال هشام أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم من الليل. وعروة بن الزبير هو فقيه من الفقهاء السبعة، هو من الفقهاء السبعة. شبكة ولا ضيعة؟ ماشي الحمد لله ماشيين برضه. ماشي. نعم. كما قلنا عروة بن الزبير وفقه من فقيه من فقهاء السبعة، وهو رجل كان تقيا نقيا عابدا. قال عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة هي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنها وأرضاها صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي، النعاس غير النوم، وإن كان بعض العلماء يرى بأن النعاس هو النوم، والحق أن النعاس غير النوم، تفريق بينهما كما قال علماء هنا، النعاس هو أن يشعر بمن بجانبه ويسمع أصواتهم لكنه لا يميز ما يقولون ولا يعقله، هذا النعاس، لذلك النعاس مقدمات نوم. قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وهذا أيضا فيها دلالة على أن العلة في المنع هنا ليس النوم، العلة على الأثر، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قال وقال حدثنا أبو معمر، أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة، أبو معمر البصري، قال ابن معين ثقة ثبت، وقال ابن الجنيد عنه ثقة نبيل عاقل، وقيل لا بأس به ثبت صحيح الكتاب، هو من أثبت الناس. وأبو حاتم الرازي قال صدوق متقن قوي الحديث، وذكر الحباب في الثقات. قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد التميمي،
هل 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 السلام عليكم. لو سمحت عايز اروح تلا. تلا؟ تلا زي ما انت كده على طول. على طول؟ زي ما انت على طول كده قطع الطريق وعدي هيقابلك كمين، ما فارق برضه زي دي كده، كمل برضه على طول. شكرا. قال علماؤنا هو ثقة كان يرى القدر، ثقة كان يرى القدر، وقلنا البدعة لا تسقط الراوي. قال أبو حاتم ثقة صدوق، قال أبو زرعة ثقة. نعم. قال حدثنا أيوب وأيوب السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني من الثقات الأزبات رواه الجماعة. قال عن أبي قلابة، أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي الأزدي البصري، وهو من الثقات. قال أبو حاتم ثقة ولا يعرف له تدليس، وقال الأجري ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأنس هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس من سبع المثلين عن النبي الأمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وهذا عجيب، أنا أريد أن أفهم، أسألكم الآن أولا على التبويب، بأنه لما صدر الباب قال باب الوضوء من النوم، ولم يذكر حكما. والأمر الثاني، ما علاقة الحديث الأول والثاني بالباب؟ ما علاقة الحديث الأول والثاني بالباب؟ هذا سؤال لكم، نريد الجواب، لأن هذه كما قلنا البخاري ترى فقهه وأرقى ما يكون من فقهه في التبويب. نعم. الآن هو بوب الباب، طبعا هو بوب الباب ولم يأتي بحكم، وهذه عادة احنا تكلمنا عنها. فين سعيد الأخ سعيد النقيب؟ أين الأخ صبري؟ أين الإخوة اللي يقولون والبخاري وأردنا البخاري؟ والله أنتم ما عندكم إلا سفسطة، هي سفسطة. نعم، سفسطة أو مسألة التغليب على طه حسين، خالف تعرف. نعم، لنا أن نقول فرق بين النعاس والنوم، لكن أنا أقول من هذا كلام صحيح يا سكينة، لكن أنا أريد تمحيص النظر في الدليلين. ما علاقة، لو قلنا الفرق بينهما، طب ما علاقة الحديثين بالتبويب؟ قال التبويب، في التبويب قال نعم باب الوضوء من إيش؟ من النوم. قال من لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفق وضوءا. يعني إجابات جيدة، جزاكم الله خيرا. سبحان الله، هذه ما أخطأت فراستي في هؤلاء الإخوة، غفر الله لهم. جيد. وقال هنا أولا كما قلنا التبويب ما أعطى حكما. لما الفقه في ذلك؟ هو يقول هنا سلف، يقول هو استدل بالحديثين على التبويب، باب الوضوء من النوم. قال من لم يرى من النعس أو النعستين. طيب، هو الحق هنا أولا التبويب هو لم يأتي بحكم في التبويب، كما قلنا دائما من دأبه إذا كانت المسألة خلافية لا يأتي بالحكم، لا يجزم به. إذا كانت المسألة خلافية لا يجزم بالحكم، وكأنه قال باب الوضوء من النوم. صحيح، التبويب ماذا قال؟ قال باب الوضوء من النوم. فهو كأنه قال باب الوضوء من النوم ما حكمه؟ استحباب، وجوب؟ المسألة فيها نزاع، المسألة فيها خلاف، وهل النوم حدث أم لا؟ فلما كانت المسألة فيها الخلاف بوّب على أنك بالاستقراء والنظر إلى الأحاديث ستأتيك الإجابة من ضمن الأحاديث، فعليك أن تستقرئ وعليك أن تفقه فتتأمل فتدرك. وهذا من ضمن كما قلنا إتقان العلم عند الإمام. ممتاز 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 يا سكين، ممتاز يا عبد الله، أيها الشافعي. جيد، فإذا هذا دلالة واضحة في هذا الباب بأنه كما قلنا لم يطلق الحكم، لأنه
لأن المسألة خلافية، بل الخلاف فيها عريض جدا والخلاف فيها قوي جدا كما سنبين. وأما بالنسبة للتبويب، ما العلاقة بين التبويب؟ لأنه تكلم على النعاس كأنه يرى بأن النعاس ليس نوما، يرى بأن النعاس ليس نوما، يعني لا يدخل فيها، لا يدخل في النوم، ولأن الأحاديث أثبتت ذلك، لأنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنوم عند النعاس، وأيضا الآخر بين أن العلة في ذلك ليس أن النوم، أن النعاس ناقض، لا لا، هو بين بأنه يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، ويبقى إذن العلة أمر آخر. العلة هنا ذهاب الخشوع، عدم التدبر، عدم حضور القلب، فما الفائدة من الصلاة هنا؟ كأنه قال، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان للعلة في الأمر بالنوم، وليس أن النعاس ينقض الوضوء، وليس أن النعاس يعني يلزمه به الوضوء. هذا بالنسبة للكلام على التبويب وعلاقة الحديثين بالتبويب. وأما في قول من باب الوضوء من النوم، هذه المسألة الحق أن فيها أقوال كثيرة جدا تختزل هذه الأقوال وتجتمع في أن نقول أن هناك من رأى بأن النوم ناقض، أن النوم ناقض مطلقا، هذا قول المزني، ولم يقل أحد، يعني بعضهم قال بأن الإجماع على النوم ليس ناقض مطلقا، والمزني خرق الإجماع، لا لا لا، هناك من الصحابة من يرى بأن النوم ناقض مطلقا، اليسير والكثير النوم ناقض مطلقا. والقول الثاني هو النوم ليس بناقض مطلقا، القول الثاني هو النوم ليس بناقض مطلقا، وهذا الأكثر، هناك كثير من الصحابة يرون ذلك بأن النوم ليس ناقضا، وسأبين الأدلة. هناك من يرى التفصيل في هذا الباب، والتفصيل بالتفريق، التفصيل بالتفريق، التفصيل بالتفريق على القليل والكثير، التفصيل بالتفريق على القليل وعلى الكثير. عليكم السلام وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا، أرجو أن يكون أتم الله عليك الشفاء، وأتم عليك العقل أيضا، وأتم عليك الالتزام دون الانقطاع. قلت موتي في المجالس، نسأل الله أن يتم عليك الخير كله ودقه وجله. الغرض المقصود هنا القول الثالث بالتفصيل، والتفصيل كما قال الزهري ومالك الفرق بين القليل والكثير، والقليل والكثير في المدة لا في الخطوة والخفتين، التفريق بين القليل والكثير، ومن التفصيل أيضا التفريق في الهيئة بين الجالس وبين النائم على جنبه مضطجعا، وأيضا بين من كان في الصلاة وفي غير الصلاة، وبين الخفقة والخفقتين، وبين الاستغراق، كل هذه أقوال التأمت واجتمعت. وقف أعيد لأن الصوت ذهب، أنا عارف أنه ذهب، أعيد وقلت في أقوال كثيرة جدا مسألة النوم، ونختزلها في أقوال ثلاثة. النوم ناقض مطلقا، وهذا قال به المزني، وحسبوا أن المزني خرق الإجماع بذلك، بل هذا قول بعض العلماء. فالقول الأول النوم ناقض مطلقا، هذا قول المزني كما قلنا خرجوه على أنه خرج من الإجماع، وهذا ليس بصحيح، بل بعض الصحابة يقولون بذلك بأن كل نوم عليه الوضوء. القول الثاني مقابل القول الأول، النوم ليس بناقض مطلقا، نام جنبا، نام قاعدا، نام، النوم ليس حدثا بل هو مظنة الحدث، وسأتي بالأدلة. والثالث هو التفصيل، والتفصيل فيه التفريق بين القليل والكثير، وبين الهيئة، من نام جالسا، من نام قائما، من كان راكعا، من كان ساجدا في الصلاة في غير الصلاة، كل هذا تفصيل. تبقى مسألة رابعة في قول الرابع في التفريق بين النوم وبين النعاس، النوم نعاس أو غير نعاس، الجماهير لا يرون النعاس نوما، وهذا ما يتبناه الإمام البخاري، لذلك أتى بالحديثين، وهذه اللطيفة في الإتيان بالحديثين، أنه يرى بأن النعاس ليس بنوم، والنعاس هو أنه يسمع من حوله صوتا ولا يعقل ما يقال، هذا نعاس، وهي بواد النوم، ليست نوما، ليست نوما. من قطع ثانيته؟ من قطع؟ يبقى عندهم، لكنه من قطع عندي هنا؟ اسمع، لا من قطع في الأول. نعم. إذن القول الرابع كما قلت، من جعل النعاس نوما، وهذا قلة من جعل النعاس نوما، والصحيح أن الجماهير لا يرون النعاس نوما،
وهذا ما يتبناه الإمام البخاري، هذا ما يتبناه الإمام البخاري. والإمام البخاري لذلك دلل على ما قال بالحديثين، دلل على ما يتبنى بالحديثين أن النعاس ليس بنوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنوم فلينم، وأمره بالخروج من الصلاة من أجل أن يخشع، لا من أجل النعاس، من أجل أن يخشع وأن يتدبر وأن يدرك ما يقرأ. فلذلك قال له نم ثم ليصلي أحدكم نشاطه، ثم ليصلي أحدكم نشاطه. ما ندري، يتقطع كثيرا لأننا في مناطق الحمد لله أن في إرسال أصلا، نحن عمالين نمر على أودية وسهول وجبال، فالحمد لله على أنه في صوت. إذن هذه أقوال كثيرة، والحق أن هناك من يعني الأدلة إلى الأدلة ونكثر فيها من الأدلة. الدليل الأول، القول الأول بأنه قال من نام، النوم ناقض مطلقا. هؤلاء يستدلون بعموم، هذا أيضا ما رجحه أبو بكر بن المنذر، هؤلاء يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأنه قال حديث صفوان بن عسال، بأنه قال صلى الله عليه وسلم كفر عسكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال صفوان أمرنا سلم أن ننزع خفنا، أن نمسح الخفاف ثلاثة أيام من ليلهن، وأن ننزع خفافنا ثلاثة أيام من ليلهن إن كنا سفرا إلا من جنابة، إلا من جنابة. قال لكن من بول أو غائط أو نوم، فهنا يستدلون بهذا الحديث، يعني لا ننزع الخفاف، فكأنه قال قرن النوم بالبول والغائط، والإجماع أن البول ناقض وأن الغائط ناقض أجلكم الله. قال إلا من بول أو غائط أو قال أو نوم، فجعل النوم مقترنا باثنين، فهنا استدلوا به على بدلالة الاقتران. وإحنا بينا أصوليا أن ذات الاقتران ضعيفة أصالة إلا ما دلت القرائن على تقويته، فاستدلوا على ذلك أنه ناقض مطلقا. والذي قال بأنه ليس بناقض مطلقا حديث أنس بن مالك في الصحيحين بأنه السلام كان يتأخر عليهم في العشاء فينامون، في رواية حتى تخفق رؤوسهم ولا يقومون يصلون، ولا يقومون يصلون. هذا في الصحيح، أما في السنن فانظر هنا إلى ما قال. وأما في السنن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال أنس قال تخفق رؤوسهم، قال وينامون على جنوبهم، قال وينامون على جنوبهم. يبقى إذن تخفق رؤوسهم دلالة على الهيئة أنهم كانوا جالسين ممكنين المقعدة. وأما في قولي فينامون على جنوبهم دلالة واضحة جدا أنهم حتى وإن اضطجعوا فإنهم كانوا يقومون يصلون ولا يتوضؤون، والنبي يقر ذلك ولا ينكره، فاستدلوا بأن النوم مطلقا ليس بناقض، لا سيما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر جدا في قوله بأبيه وأمي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بأن ابن عباس قال ثم نام فنفخ، وكان إذا نام نفخ، قالوا هذه دعنا النوم ليس بناقض. طيب، أما القول الثالث بالتفصيل سنبينه إن شاء الله. طيب، أما القول الثالث بالتفصيل، فهؤلاء الذين قالوا بأن النوم مظنة الحدث وليس بحدث، واتفقوا مع القول الثالث أن النوم مظنة الحدث وليس بحدث، وقالوا الدلالة الأصيلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النوم وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ، النوم وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. قالوا ووجدنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر من نام خفقت رؤوسهم وقاموا يصلون. حضرتك ممكن تنزل تسأل التكاتف دي. فمن نام فليتوضأ، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم من نام تخفق رؤوسهم وقام فصلى فلم يتوضأ. قالوا إذن هذه الهيئة التي يكون فيها المرء ممكنا، ولأنه قال وكاء السهل فدلالة أنه مظنة الحدث، فهناك هيئات
تمنع الحدث. لذلك قال علماؤنا بأنها لا ينقض الوضوء بها. حقا هذا القول قول الشافعية تلتئم معه الأدلة. أما القول في ضابط القليل والكثير في هذا الباب هو النعاس الذي تكلمنا عنه. فلو كان نوما، لو كان قليلا أو كثيرا، إن كان في هيئة غير ممكن أو كان في هيئة يسهل فيها الاستطلاق، فالأصح أن نقول المظنة هنا تنزل منزلة المئنة، المظنة تنزل منزلة المئنة. وهذا يعني الضابط في هذه المسألة والراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. أما في الحديث الأول في قوله إذا نعس أحدكم وهو يصلي، طبعا هنا طبعا هذا يستدل به الأحناف على أن النائم قائما أو راكعا أو ساجدا في الصلاة يعني لا ينقض الوضوء، لأنه قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، يعني ما قال الوضوء أن تنتقد، هو قال ذلك للتدبر والخشوع وحضور القلب في الصلاة، لأنه قال فإن أحدكم إذا صلى وناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. أتى به الإمام البخاري هذا الحديث كما قلنا لعلة مهمة، ألا وهي أن النعاس ليس بنوم. أراد البخاري أن يبين أن النعاس ليس بنوم، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنوم أو الخروج من الصلاة ليس للنعاس، لنفس النعاس، ولكن لعدم التدبر وعدم الخشوع وحضور القلب. والحديث الثاني أيضا في قوله إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، شوف حتى، كلها تعليل وليس التعليل فيه بوجود النعاس لذات النعاس، بل المسألة لأمر آخر وهو عدم التدبر، عدم حضور القلب والخشوع. لكن الراجح الصحيح في هذا أن النوم ليس حدثا في نفسه، هذا الراجح، يعني القول الثالث صحيح أن النوم ليس حدثا في نفسه، لكنه مظنة الحدث. وهناك أحوال المظنة تنزل فيها منزلة المئنة فيستلزم ويستوجب الوضوء، وهناك أحوال وأوضاع المظنة لا تنزل منزلة المئنة ويبقى هو ظن فيستحب له الوضوء لكن لا يلزمه ولا يجب عليه، كما قلنا بفعل الصحابة كانت تخفق رؤوسهم وكانوا يذهبون فيتوضؤون ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال أنهم كانوا على جنوبهم يبقى يؤول ذلك على النعاس لا على النوم، الذين كانوا يضطجعون على جنوبهم كانوا على نعاس لا على نوم، ومن كان على نعاس فالنعاس ليس نوما وليس حدثا، فله أن يقوم يصلي ولا يتوضأ. هذا توجيه الزيادة في الرواية التي ليست في الصحيحين، أن أنس قال وكانوا ينتظرون العشاء فينامون تخفق رؤوسهم، قال ويضطجعون ينامون فيضطجعون وينامون، يبقى ينامون على جنوبهم يعني نعاسا ليس نوما، نعاسا ليس نوما، جمعا بين شتات الأدلة في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الفوائد المستنبطة: الإبهام في التبويب للتشويق، هذا أيضا طرق من الطرق التربوية التعليمية يكون فيها سبل للعلم. نعم. رحمة النبي بالأمة حتى لا يقع المرء في ال... ليست هذه الشوارع دخلنا منها قبل ذلك مرة الفيديو؟ أعتقد نعم. سؤالي كيف عسكر لو سمحت؟ على طول؟ الحمد لله. رحمة النبي بالأمة، لأنه شوف انظر يقول فيسب يذهب، يعني يذهب يدعو فيسب نفسه، فرحمة به أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل ذلك وأن ينام حتى يعقل ما يقول. فضل الصلاة: أصل القراءة التدبر حتى يعلم ما يقرأ، وقد قال الله أفلا يتدبرون القرآن، سواء في الصلاة أو غير الصلاة، وفي الصلاة أعظم، وإذا قال فإذا قلنا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الفائدة الخامسة أعتقد القادمة:
غيابه قيام الليل، لان النوم والنعاس هذا لا ياتي في الفرائض، ولان هذه الاحاديث جاءت لسبب، ولانهم كانوا يعني يصنعون حبلا اذا تعبوا مسكوا به، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي احدكم نشاطا، ليصلي احدكم نشاطا. وايضا تكون هذه الفائده هي الفائده الخامسه، عشان ما نعطي فائده سادسه، هي ايضا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو في اسئله تفضلوا حتى ندخل على السنن ابي داود، ولله الحمد والمنه. الله يتم علينا عليكم هذا الخير يا رب، ويثبت لنا عليكم هذا الخير محيينا ابدا ابدا. اللهم اجعله اخلاصا لوجه الله الكريم، كان الليل اذا ما اتصل وكان الغد الله انقطع وانفصل. اللهم اجعله، اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه، واجعل الوجه خالصا، ولا تجعل لاحد فيها شيئا.